هالفقرة من ببيروت رح نجمع تصوير الفوتوغرافي مع عالم تنسيق الأزهار والورود ونشوف النتيجة شو بتكون لما المصور الفوتوغرافي ألان متري بيحمل كاميرته وبصور أزهار نسيت شو اسمه. أهلا وسهلا لحظة وأنا بلشت هيك بوزيت في الصورة. هاي كيفك ألان؟ تمام مش الحال؟ هلو الياس موجود اشتقناك وانا كمان كيف انا جيت جمعه الماضي بس انتم ما كنتوا نحن ما كنا شفت نحن عم بلاقونا نحن مضلنا هربانين اصلا اوكي بنبدا مع ألان بدنا نبدا اول شيء كيف بلش التصوير انا تخرجت من القلبة اوكي اخذت صفوف تصوير بالجامعه وكان بين احلى كرات باخذها مع انه الميجر الاساسي تبعي هو مالتي ميديا اوكي بس كنت اعطي كل وقتي للتصوير ومن وقتها اكتشفت انه عندي هوايه فيها وانه بالنسبه للتصوير يعني عالم غير كليا يعني عالم بعيد عن كل شيء مشاكل كل شيء هموم وصرت اخذها معي لبعيد اكثر وصرت اخذ بروجيات وبعدين هلا عم باخذ يعني بتحمل هالكاميرا وبتنسى حالك ضلها معي وبتنسى الدنيا مزبوط شو اي صور بتستهويك اكثر شيء؟ هلا انا اكثر شيء بحب صور بورتريت بحب طلع الاكسبريشن تبع الشخص بحب طلع الاكسبريشنز تبع الشخص وبحب طلع الكاركتر تبعه بالصوره اوكي وبذات الوقت بحب صور ابستري لانه بحب يعني خلي الشخص هو لحاله يعمل انتربريتاسيون للصوره حسب هو كيف يشوفها يعني هون لتطلع كاركتر من الشخص قديش لازم تريحه كمان حتى يقدر هو يكون على طبيعته قدامك إيه لا اكيد انا عاده كلهم بيقولوا انه يعني كثير بتخليهم يرتاحوا انه يتصوروا ألان معروف عنك انك بتحب ليك انا رحت بالصور اصلا انك بتحب تصور اشياء غريبه وصور غريبه مزبوط كيف يطلعوا معك؟ هلا انا كثير بحب صور الصور الغريبه لانه بالنسبه لي الصور العاديه انه كلهم بيشوفوها مثل بعضها بس بالنسبه لي الصور الغريبه يعني كل شخص بشوفها حسب هو التحليل الخاص يعني بحب وصل الفكرة يعني كل شخص يكون عنده هو التحليل الخاص للصورة اللي كيف يشوفها يعني ما يشوف صورة دغري يفهمها يفكر يعني فيها يعني أعمل قصة بالصورة يعني تخليها شوي فاك للعالم لتشوفها حلو الياس بعد ما سمعت صوتك كيفك انت والتصوير قديش بهمك يمكن كمان تعطي وقت و يعني للتصوير خاصة وقت تحضر أرانجمون حتى يشوفوا الناس شغلك هو التصوير كثير مهم بالفلاور بزنس وكثير مهم كفلاورز لانه وقت نكون عم نعمل بلانينج لايفنت ويدنج او كوربريت ايفنت او شو ما كان بهمنا كثير انه الالوان اللي بنستعملها دو ان شغله ثانيه شو هي الاصناف لانه انا بعرف انه الكاميرا مش بس بتلقط الالوان بتلقط التكستير تبع الورد تبع الورد لهالدرجه بتكون دقيقه أكيد يعني اكيد وقت يكون في تصوير بروفيشنال بعتقد بيقدر يوافقني على هذا الشيء كثير بتلقط الكاميرا سو كثير بشتغل على هيدي الشغله تعرف الامبيانس تبع الورد شو راح يزيد على الصوره وكيف هالويدنج او هالايفنت بالصور بالميموار رح يطلع كمان خاصة يكون كنوع تسويق لشغلك يعني أكيد. من خلال الصورة ألان شاركت بالعديد من المسابقات مزبوط كيف هي المنافسة على صورة؟ كيف تكون المنافسة؟ قديش تكون دقيقة ومميزة وغريبة لتقدر أنت تربح أو تتنافس مع غيرك صحيح هلا في كثير منافسة هون بلبنان خاصة إنه دومين التصوير كثير واسع وفي كثير مواهب كمان يعني كل شخص مثلا تناخذ فور اكزامبل كبايه انا يمكن بيعجبني يمكن الفيسور بقلب الكبايه يمكن شخص ثاني تلفت نظر الصوره بكبايه صورها فهيدي الشغله بتميز يعني بتعمل منافسه كبيره لانه كل شخص بيوصل الايماج تبع الصوره حسب طريقته الخاصه حسب هو شو بيشوف ربحت كمان جائزه اوربن اوف فوتوغرافي اي صوره كانت هي هلا قطعت الصوره المره اللي موطيه اوكي لانه المره اللي كانت موطيه وحامله البصله كانها او شيء بايدها ايه هي عم تاشر كثير حلوه مزبوط هلا لفتت لي نظري اي لكن صوره هي الصوره الاسود وابيض الريفلكشن تبع المي ريفلكشن تبع المي ما انتبهت هلا بخبركم عنها هلا بفرجونا اوكي خبرنا شو قصتها هي بلشت الكومبيتيشن مع زعتر وزيت انه عاملين
هيدي الثانية قبل. لا في وحدة ثانية اوكي. هن كانوا عاملين على السوشيال ميديا كومبيتيشن اوربن فوتوغرافي، كل واحد لازم يصور صورة لبيروت، فأنا فلت حالي ببيروت وبلشت آخذ صور لحد ما لفت لي نظري مشهد بالروشة، كانت هي صورت ريفلكشن تبع المي، عملتها بلاك اند وايت وقلبتها لأخلق سورت اوف إلوجن، لأحط قصة بالصورة، يعني لخلي إنه كأنه عم تفرج البنات عم تغرق مثل كأنه بيروت عم تبكي. اوكي. هاي هي الصورة. ف يعني حطيت كل الايموشنز تبعي بقلب الصوره. حلوه غريبه على فكره، يعني منا واضحه مظبوط، بدها عن جد تفكير وقت. انت عم بتقول يعني مش الاول، مش دغري بالاول بيعرفوا انه مقلوبه الصوره، ما بعرف بيشوفوا شيء بنيات يعني ايه. بتخاف انه الناس ما يفهموا لك صورك؟ شو بتسمع تعليقات عاده؟ لا لا، لهلا مثلا كل ما اسال شخص انه شو بتشوف بالصوره، كل واحد بيعطيني تحليله الخاص. ايه. وهذا شيء ببسطني، يعني بحب اسمع اراء العالم، بحب اشوف. يعني انا مثلا عم بتطلع هون بالصوره مثلا، يمكن هيدي انت اللي برمى، يمكن ما بعرف اذا المي، انا شفتها مثلا غيوم. ما هي مثلا كل واحد بشوفها بطريقه، كل واحد بشوفها بطريقه. مزبوط. اذا بدنا نحكي عن الاعراس. نعم. بيطلع معك افكار جديده، لانه عاده العروسة والعريس بيكون عندهم هيك يمكن بوزات معينه او اشياء تقليديه فينا نقول. مزبوط. هلا انا بجرب قد ما في ابعد عن شيء اسمه تقليدي. انا مصور اعراس قبل، بس بالنسبه لي العرس هو نهار كثير مهم عند المراه. يعني حلو نخليها تبين حلوه بالفستان، تو شاين بالدرس تبعها، لانه هيدا اهم نهار عندها، وحلو نفرج الفرحه على وجه العالم بنهار. هلا انا كمان هن قد بيكونوا لابكين لانه بنهار عرسهم، كمان بخليهم ما يتلبكوا. بدهم وقت كمان. ايه اكيد. لنطلع بصور غريبه شوي. وانا على فكره ما بقول لهم شو يعملوا، انا بخليهم يكونوا هن على راحتهم، بيطلع يعني انا كثير انتو السبونتينس فوتوز. انت مع انه يصوروا يعملوا مثل فوتو سيشن قبل العرس؟ ايه مش غلط، بس تكون فان، تكون شيء سبونتينس، ما يكون شيء يعني كليشيه. اوكي. الياس انت شو بتلاحظ الناس اللي بيجوا لعندك العرسان، كيف بتحسهم بحبوا طريقه التصوير؟ قد ايه عم يتقبلوا فكره هيدا التصوير العفوي؟ بحبوا كلهم هيك، لانه بعرف من وراء شو بيطلبوا بالورد، يعني بيقولوا لي بدي يكون عفوي، يلبق مع المطرح، منه شيء انه يبين مثل كانه عم نعمل افور زياده لنظهر شيء منه مبين. بقى عم بحبوا هذا الشيء، واكثر شيء بيعطوا له هم بتقلي كيف رح يبينوا بالصور. سو اكيد انا وقتها اعمل قبل ما نعمل البروفا تبع، لانه بنعمل لها سامبلينج للورد، بقى بدها تشوف على الصور. بقى صح. اكيد الصور بقول لها ليكي كيف بتبين، بتشوف قدامها أكيد. وهون يعني بيطمنوا بينهم اكيد. انا بس انا بدي استفسر هيك كلمه بس عن المسرحيه. أيه. تبع زينة مكي، الافيش اللي عملت لها لزينة. مزبوط. هي مسرحية، بس هي مسرحية كوميدية عرضت من سنة، وكان صح لي الشرف انه صورها وصورت البوستر تبعها. كانت هي زينة قد ايه كان حلو التعامل معها؟ قد ايه كانت هي مرتاحة؟ قد ايه كانت طبيعية؟ ايه زينة كثير طبيعية، وزينة كثير هي يعني كانت مع بضيافتنا الاسبوع الماضي. انا كثير بحبها زينة على فكرة، وشخص كثير قلبه طيب وكثير لذيذة، وكانت هيدا اول كوميرشال اكسبيرينس اللي مصور. حلو. هي مش بس صوره على فكره، مش بس الصوره، كمان ديزاين تبع البوستر كمان عملتها. يلا ان شاء الله بيصير في اعمال اكثر واكثر واكثر. علي انت باقي معنا، ولكن رح نروح انا والياس نشوف شو محضر لنا ظهور. صار لي زمان انا على الورد والتحضير. ببيروت مكفى معكم، واكيد حصه كبيره ببرنامجنا للازياء، وحلقتنا رح تتزين بازياء من توقيع المصمم سيد شاهين. اهلا وسهلا فيك سيد. اهلا فيكم. كيفك؟ تمام. كيف كنتوا؟ مش اول مره بتكون ضيافتنا ببرنامج لا هيدي ثاني مره. نعم. ولنا الشرف نكون موجودين دائما. اهلا وسهلا. اكيد. وبدنا نرحب كمان مره جديده بألاي اللي بعده موجود معنا. سيد شو بدك تخبرنا عن هالمجموعه اللي رح نشوفها هلا؟ يمكن الشوف غير الحكي هلا انتم بتشوفوهم، بس نحن ركزنا السنه على الوان معينه وعلى قصات معينه، استعملنا الكوراي، استعملنا الذهبي، استعملنا الموف، هي من ناحيه الالوان. من ناحيه الموديل استعملنا الكوبسيرين، استعملنا الموسلين، قصات الفلو، وهلا بنحكي عن كل قصه لوحده.
من بعد الموسم الصيف والاعراس، هلا خلينا نحكي عن فستان عرس بعدين نحكي قديش اذا خف الضغط ولا بعد زيت الشيء. هلا خف شوي، هلا خف شوي، وخلينا نحكي عن هيدا الفستان اول شيء. هيدا ستيل باربي او برنسس كات. نعم هيدا نعم. حلم كل صبي من هي وصغير يعني. صحيح كله يعني بيحلم بهيدي القصه. مزبوط وقتها بلش تلعب بالباربي تبعولها وكبر معها الحلم، حبينا نحقق لها على كبر. بس هيدا الباربي بيتميز عن غيره بالفيني جاي على جنب، عاده بنشوفها بالوسط. اوكي بتكمل على الصدر مع حبوب شوروفسكي واللولو، وبتقسم الكورساج لقسمين اسيمتريك. باقي الكورساج دونتيل مع حجار ناعمه، وعلى التنور عم نلاقي ورود هاند ميد يدويا مصنعه بيتال بيتال. انا عم بطلع هيك انا رح شوف اي ساعه رح يمسك الكاميرا وبلش تصفي شو يلي رح يشدوا. هلا ما في شيء حركة خليك بس عم براقبك انا. عم نلاحظ سيد كانه الشك كثير خف. الشك الشك دائما الشك خفيف منه على طول. ستيل باربي ببناعه ما فيها نقوي كثير كثير. اوكي مثلا هيدا اكيد شكه بيبقى اقوى. هيدا مع كمام صغيره مع فتحه على الظهر، على طول كل صبيه بتلبس بسهرتها فستان مع فتحه على الظهر وبتحب هالشيء يكون بفستان عرسها. نعم شبه مفوض الدونتيل، وبيميز هالفستان انه الدونتيل موضوعه بطريقه هندسيه، بتلاحظي الرونات الموجوده فيها، وبين الدونتيل مدخلين الورود النافره كمان مصنعه يدويا. هيدي الا التركيز وين عم بيكون هون؟ عم بحس على الديتيلز هيك. طيب مجهود كل عادي طيب. اوكي بتركز الصوره على الديتيلز لكن. موجود. قد ايه عم بلاقي سيد هالستيل من الفساتين رواج الصبايا عم بحبوه؟ صراحه كثير بيرغبوه لانه نحن عاده مصممين لبنانيين بالوسط بين ستيل اوروبي وستيل الشرقي. نعم. نحن بالوسط يعني مش بس الصبايا اللبنانيه عم يرغبوا، حتى الصبايا الخليجيه صاروا عم يرغبوا ستيلنا. سيد بتدخل بالطرحه لانه هون يمكن ما شفنا هلا حدا بيطرح على الصبايا. مزبوط ما شفنا الطرحه نظرا لضيقه الوقت يمكن، بس اكيد. نعم. عندنا طرحات، عندنا كاتدرال طويله يمكن. ايه. طويله كثير، وعندنا الطرحات القصيره، ساعات بنستعمل الطرحات الطويله بتعطي فخامه اكثر. اوكي هيدا الفستان بعتبره ملوكي، يعني من الفساتين اللي عندي اياها اللي خرج جراند مارياج. اذا بنطلع بيخلوا كل انواع التطريز، ان كان الكسر السيلان، ان كان شوروفسكي، ان كان لولو، ان كان الفايات. واذا بنطلع من بعيد للفستان بنلاقيه كله سوا بيضوي وبنفس الوقت ناعم على العين. يعني بسيط للنظر، مش مؤذي، مش مزعج. قد ايه بتشتغل على اهميه انه يكون الفستان مريح، يعني تقدر الصبية تتحرك فيه بارتياح وما يزعجها؟ هيدي شغله اساسيه، اول شيء من ناحيه الجوبون بنعملها بعدين حتى تكون بعيده عن اجريها ما يفشكلها. نعم. من ناحيه خفه الوزن ما بنجرب نكدس قماش ما له طعمه. صح. يعني قماش اللي له لزوم بندخله بس. وإذا في شيء تعديل على الفستان صبية عم يكون مش هالقد يمكن مكشوف ممكن أن تعمل لها أكيد هيدا هوليك بيصيروا شغلات إكسترا، مهم الفستان نحن نركزه على الجسم. نعم. من ناحية الكورسي والباقي شغلات إكسترا بنعتبرها. هيدا كمان ستيل باربي. كمان هذا فرانسيس كات مثل هيدا ديجا فيو يعني بعتبره هيدا ناعم كثير. هو الأكثر مطلوب يمكن. هو المطلوب هالسنتين كثير. يعني هيدا بيقولوا لسامبليستي في لابوتي. هيدا ميزه صح ميزه بالشوروفسكي على صدره على شكل قلب جاي، ومثل ما قلت لك لسامبليستي في لابوتي يعني كل صبيه بتحب ستيل اوروبي مع القصه اللبنانيه مع الكوب اللبناني ككوتور يعني بتتوجه لهيدا الفستان. يعني نعم كثير هيدا الفستان جمع بين الاثنين. ايه. غير الابيض كان في يمكن مرق شيء اوف وايت؟ ما انتبهت اذا كان هو المرق. كل فستان بدخل له شوية اوف وايت بالدونتيلي. هو ابيض وبنطعمه شوية اوف وايت. في الوان ثانية شي مرة عروس هيك طلبت منك شي لون؟ نادرا نادرا، يمكن مرة دخلت شي احمر بسيط صغير، فستان اللي مرق من شوي الدونتيلي داخل له خيط فضي مثلا. اوكي هلا انتقلنا على فساتين السهره، ومثل ما قلت لنا لون الذهبي. هيدا فستان السهره، هيدا كوب سيرين ذهبي. هيدا صراحه مش قلدنا السيرين بالقصه بس حتى قلدنا بالقماش، يعني جلد صح. السيرين لاحظيها هيدي الحراشيف كلها سوا ونفس اللمعيه. واذا بنطلع على الصدر الفستان الموجود كثير منقلد فيه مقلد الحراشيف تبع السمكه. هيدي مشغوله فستان فستان، يعني عندك 50 فستان موضعين فوق بعضهم حتى نقدر نوصل الفكره مضبوطه.
حلوة الطريقة اللي معمولة والقماشة كيف ضابة على الصدر. عادة بس تلبس السيدة سامبرتيل بتحسها كل الوقت عم بتضلها بدها تشقل بهالفستان 100%. هون بتلاقيها لبستها لبستها. نحن هيدي مشهورين بالقصة. حلو. أنا شفتك صورت صورتين لهيدا الفستان. حلو كثير. شو صورت؟ كمان ديتيل. هيدا كوراي، هيدا كمان بيعطي شوي ملوكي. مثلا اذا بنشوف الكمام الموجودين فيه بيزيد انوثتها للصبيه مع دونتيلات الموضوعين، تنوره مزمومه بتعطي بتزيد من فخامه الفستان ومن غناه. فاصل بين دونتيل الصدر وبين التنوره سنتور درابي من الموسمين الحرير كمان. قد ايه هاللون بموسم الشتاء مطلوب؟ بالشتي ما كثير مطلوب لانه من الالوان الباستيل هيدي. عاده بالشتي بيبقى الالوان الماليه على الدافئه الغامقه، مثلا ميلي على احمر بتكون اكثر. مع انه في مصممين عم بيتوجهوا شوي للالوان الباستيل بهالشتويه. هو عاده القعده انه بالشتي ايه هو ما بيمنع، ما بيمنع، بس القعده بتقول لك انه بدك اللون الدافئ بالشتويه، بس هيدا الشيء ما بيمنع. اللون المفضل الألوان. بالنسبة لك شو؟ سوري ما سمعت. اللون المفضل. هيدا من الألوان المفضلة، عندي لون الفير كثير بحبه. الأخضر. أكيد هيدا بده يكون لونك المفضل لأنه قلت لي مش كثير مطلوب وعاملته بموسم الشتوي. مظبوط مظبوط، كمان أنا هيدا مش عملته بس لموسم الشتوي، للصيفية كمان. هيدا متوجهين فيه للصبايا، للصبايا معينه يعني. هيدا ضمن كوليكسيون البرومو دريسرز. نعم. يعني الصبايا اللي تلميذ الجامعات. نعم. او المدارس عندهم تخرج بيلبسوا سكسي ناعم. اذا بنلاحظ الدرابي على الصدر مع شورت في ناعمين، الدرابي تحت الصدر وتنوره طويله من التيوب. وهيدي بتنشيل هي ما بتنشيل ولا لا؟ ما بتنشيل. بس ممكن تنعمل ممكن. اذا في عينين عينين بغير موديل بتنشيل، بس انه هيدا الفستان حبينا تكون موفوره. هيدا التروكار في كثير صبايا مثلا بيجوا لعنا بدهم يحضروا اعراس ما بدهم يلبسوا روب لون، يعني ما في قربي قويه هني والعروس، بدهم يكونوا مميزين. توجهنا بهيدا الفستان ان كان وميزناه بالبوكيه الموجوده على جنب او بالتطاريز الخيوط الناعمه بالتطريز الموجوده على التيول. سيد شو اكثر قماش بتحبه وبتفضله ودائما بتعيده بكل مجموعاتك؟ الموسمين كثير بحبه فساتين السهره، بالعرس التيول والاورغونزا. والدونتيل ما قلت لنا شيء عنه. الدونتيل اكيد يعني ما في فستان ما شفتي مره ما في دونتيل. لازم الدونتيل يكون موجود وحاضر. يمكن هيدا الفستان الوحيد اللي ما حطيته. ايه دونتيل بيعطي شياكه كثير. هيدا الفستان بساطته بلونه، لونه هادي ورائي بنفس الوقت. حلو كثير هاللون. ايه مشغول شوية درابي على الصدر بيكمل مجمع الموسمين على جهه وحده مع فتحه على الاجر، دخلنا له تطريز اللولو مع الذهبي الخرز الذهبي وعكسنا اللون الذهبي بحبوب الشراطي. كثير ناس بينقذوا من هالفكره، بس ليك شو طلع حلو اليوم. ناعم كثير كثير ناعم هيدا. الان شو رايك بهالمجموعه؟ اي اكثر هيك باختصار، اي اكثر فستان لفتك وبتحس هيك معقول تصوره يطلع معك؟ اكثر فستان لفتني هلا بالاول اول كلهم حلوين، بس اول شريكه حبيتها. أكثر فستان لفتني الفوشيا لأنه هيك بحس فيه حياة. باستيل يعني؟ إيه أوكي. لون الباستيل الروز باستيل. بتحس هيك فيك تصور بيطلع معك كثير أسرع. تغديتوا ولا ما تغديتوا؟ بعد ما تغديتوا. أكيد رح نتغدى كلنا من بعد هالفاصل الإعلاني، خليكم معنا مشاهدينا. متابعة ببيروت، وقبل ما نتابع مع ضيوفنا اسمحوا لنا ننتقل عند الزميلة هدى لنشوف شو في عندهم اليوم من فقرات ببرنامج سيدتي. ما سمعتها، صوت بعيد. يمكن ما عم تسمعني هدى. هدى يا هدى. اوكي لكن نرجع لها بعد شوي. تحياتنا لهم، بعدهم عم بحضروا حالهم متابعين لكن مع ضيوفنا. سيد قد ايه في عندنا وقت بس حدا يقول لي تنختم؟ ايه قد ايه؟
ست دقائق. اوكي قبل ما نستدعي لكان الشيف مودي خبرنا شو حضر. عم نشتغل هلا سيد على كولكشن جديده؟ طبعا مفروض في عنا شغل بشكل دائم يعني ما بنتوقف كل الموسم يعني ما عندي مش انه بعمل كوليكسيون وبوقف انا دائما عندك دائما عندنا شيء جديد يعني فستان ورا فستان ورا فستان. اها ما في كوليكسيون جديد هلا عم بتحضره؟ صراحه عم بحضر هلا مركزين مثل ما على ستيل الباربي مكملين بقصات جديده اوريجينال مش مثل ما بتشوفيها بالسوق. نعم بفساتين السهرة عم نشتغل كمان على ألوان جديدة لون السومو الغامق عم نشتغل عليه. أوكي. أصل السيرين بعدها مرغوبة عم نشتغل بشكل أكثر على الكمام الشفافة حتى عم بقى نشتغل عليه على فستان عرس تكون موجودة. أوكي عندنا. أهلاً شو عندك مشاريع؟ أنا هلا عم بشتغل بالمالتي ميديا وعم باخذ بروجيه تصوير. أوكي. وبعدنا هلا مكمل فيها بروجيه تصوير بورتريت واوقات اعراس يعني بس هلا مش موسمها كثير يعني بس بالصيفيه اكثر. بتحب تصور الديفيليات الفاشن شوز ولا ما كثير؟ انا ما عندي مشكله بصور كل شيء تقريبا بس اكثر شيء بحب صور قصص ارتستيك لما بتترك انطباع عندي فن يعني قصص فنيه. شيف مود صار حاضر واكيد رح يجي ويخبرنا شو حدا اليوم هيدا اذا انت تركت لنا شيء. لا شيف مود كمان ما ذوقنا الرز الاصفر هيدا اللي كنت عم عيط عليه قبل شوي بالبريك قلت له في رز اصفر وما قلت لي. يعطيك الف عافيه شيف. اوكي شيف خبرنا شو اللي حضر لنا اياه. رح حضرنا اول شيء الخبز. اوكي الخبز بس لما تشوف شو هن. اوكي اول شيء خبز معمول من طحين الشوفان محشي كشك وجبنه. اوكي هلا رح نحكي بعد شوي هيك اكثر ولكن خليني اتابع مع خذي هدى ما تاخذي هدى خذي ما راح ياخذ هدى. طب اوكي باخذ شقفه خبزه تفضل شو فيها؟ فيها كشك وبندوره مجففه وجبنه بيضاء. اوكي وجوز؟ ايه اكيد جوز ما بدي اعطيه انا بدي اعطيك. وبدنا نتذكر كمان عن العجينه انه عجينه الشوفان. اوكي طحين الشوفان حطينا اول شيء طحين حطينا 500 جرام مع رشه ملح وسكر ومعلقه خميره. اوكي نرجع بنحط مي ما في مقادير للمي لانه حسب العجينه بس لتشد معنا قد ايه بدنا تراوتها بنوقف المي. رجعنا رقيناها للعجينه مع البندوره المجففه والجوز والجبنه. طحناه هون ورقيناها حشيناها بالنص جوز وبندورة مجففة وجبنة ورقيناها حطيت شوية رشة شو اسمه حافظة كشك ايه كشك اما شيل كشك ما هي بالكشك معمولة بس كثير طيبين طيبة ما هي تفضل أنا طيبة ما هي تفضل الطبق الثاني هو دجاج معمول ستيم على البخار وحده صوص من البندوره مع الحب الهيل وحليب جوز الهند واخر شيء بنحط له ملعقتين كاري لنعطي الطعمه والعدس عدس اسود الصغير. اوكي ورز. حدا عنده شيء حساسيه على شيء من كثير طيبين المكونات او كثير طيبين؟ طيب تفضلوا كلوا خلونا ننتقل عند هدى. مساء الخير هدى. مساء الخير نانسي شلونك؟ الحمد لله حبيبتي مشتقت لك انت منيحة؟ نانسي انا مو قاعدة اسمعك تشادل بس احنا اليوم عندنا في برنامج سيدتي الكثير من المواضيع اليوم رح نناقش من مجلة سيدتي وموقع سيدتي نت بعض المواضيع الشبابية وطبعا رح نتعرف بعد على اليوم التوعوي اللي اطلقته مستشفى المملكة للتنبيه من مخاطر السمنة ورح نتكلم عن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية ورح يكون لنا اليوم فقرة فنية مع الفنان زايد صالح. أتمنى من كل مشاهدين برنامج ببيروت يتابعونا بعد قليل على روتانا خليجية ويعطيكم العافية أنتم كل الفريق العامل في برنامج ببيروت. أمر يا هدى طالعة أمر اسم الله عليك حبيت على فكرة هال بيني وبينها طالعين كأنه متفقين مع بعض بتسيب يعطيك ألف عافية وموفقين بحلقة الليلة من برنامج سيدتي وأكيد ندعي الجميع أنه ينضموا لقناة روتانا خليجية دغري من بعد برنامجنا ليتابعوا مواضيع حلقتكم يلي هيك دايما حلوة ومنوعة. اوكي يلا انا بدي ادوق عجبكم انا كثير حبيت ما دقت الخبزه بعد شايف ما قلت لنا بس الرز شو هو هيدا الرز شو نوعه كيف مطبوخ
هذا معمول اوكي 100%. هذا رز امريكاني ماشي، بقليله بصله اوكي، رجع بحط له. ليه بتحط مع الرز بصله؟ ما هذا الرز انه بعمله مع بصله لانه يعني طيب مع هيدي الأكلة. طيب كتير لأنه مشان هيك إيه؟ لنكهة شوي. مثل ما اتفقنا أنه مع نانسي كنا من شوية عم نحكي أنه قلينا البصلة بالمي. أوكي. ما منحط زيت. أوكي. يعني منحط مي. أنتي زيت. أنتي زيت. شايف المود هو أنتي زيت. أوكي. ومنحمرها شوي للبصلة، بنرجع بنكون حاطين الرز مع بحط بهار أبيض بهار أسود ورشة البصل البودرة من البودرة. شوية من العقدة الصفرة لنعطيه هيدا اللون. ميرسي شاف، يعطيك الف عافيه. بالفعل الاكل كثير كثير طيب، وبدك ترجع تجي اكيد ضروري. خلينا نشوفك الان. ميرسي كثير، وكمان سيد ثانك يو لحضورك معنا. اكيد نشكر الشيف كمان على الاكل الطيب. شو يلا بتحب تودع المشاهدين؟ بتعرفي خلصت الحلقه كثير بسرعه اليوم، كنا هيك حاسين معقول تاخذ وقت، بس خلصت بسرعه اكيد بوجود ضيوفنا المهضومين والقراب للقلب لتقطع هيك الحلقه بسرعه. لكن انا بشوفك بكره. انت معي بكره؟ لا انا ساشا بكره، بعد بكره لكن ساشا ونانسي بكره. انا بدي اتشكر كل اللي حضرونا اليوم وكل اللي تابعونا وقضوا معنا ساعتين ونص من الوقت. بدي اتشكر كل ضيوفنا، واي سؤال او اي شيء حابين تتواصلوا معنا فيكم تتواصلوا عبر فيسبوك انستغرام وتويتر. من هلا لبكره تضلكم بالف خير، ونشوفكم بكره. باي.